عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة التي ثبت الله بها قلبه ووقاه، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية، وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه، ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقاه، وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر، فجهر بدعاء الخلق إلى الله، ولم يبعد منه قومه حتى عاب آلهتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية، فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذاه، واشتد على المسلمين البلاء، فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية، وحدب عليه عمه أبو طالب، فهابه كل من القوم وتحاما، وفرض عليه قيام بعض من الساعات الليلية، ثم نسخ بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية، ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسرى، ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة، وعظمت بموته الرزية، وتلته خديجة بعد 3 أيام، وشد البلاء على المسلمين عراه، وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية، وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراه، وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بذية،
ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا، فسأله ملك الجبال في إهلاك أهل هذا بالعصبية، فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه.